تبادر بمسامحة شخص غلط في حقك في العيد؟ نقول نعم، نبادر نسمح له، لأن ديجا الدين هو تسامح، والإنسان يخطأ وقال لك أحسن الخطأ هما الثوابون، يعني لا أخطأ ويعني يستعرف بلي أخطأ. أنا الأول نقول له نسامح له ونقول له إن شاء الله يعني ربي يهديك وتولي الطريق. كالي غلطوا كاع غلطنا، غير ربي سبحانه ما يغلطش، بعد ما الإنسان غلط ولا ما غلط لازم هذاك يروح الإنسان مسامح، ما مغلط معايا نروح ليه نقول له سامحني، هذا ما كان إنسان لو كان ما تسامحوش ربي سبحانه وتعالى دوك محصرين مع ربي. غلط معايا ولا كذا الإنسان غلط مع أخته يروح يطلب سماح من أخته من العمه من خاوته من الجيران، هذه المبادرة. اسكو تبادر تسامح شخص غلط في حقك في العيد ولا تسنح حتى هو يجي يطلب سماح منك؟ لا أنا نسامحه ونجي نروح اللي يطلب منه السماح، هو بينه وبين ربي. أنا كما نقولوا الإنسان واحد يبروفيتي يدي الحسنات قبل الخير، يزرب الحسنات ما يخليش حتى ما فهمتي، هذه والسنة معلمنا هكذا وإحنا مسلمين فهمتي، ربي عطانا هذيك الرحمة في قلوبنا لازم نسامحه لازم. هنا دوكا على حساب الضرر قادر أنا نروح لعنده نطلب منه سماح إذا كنت تروحي بلي صح غلطت معاه، وبعدك هو ثاني قادر يجي لعندي ويقول لك شغل ما كوالو، يقول لي زعما اسمح لي ولا اسمح له، سلم عليه وسلم عليه عادي وتولي الامور كيما كانت عادي، شغل ما حتى مشكل. صديق على حساب الشخص وعلى حساب كيف غلط معاه. تقدر اذا كان شخص يعني تقدر تسامح، انا واحد نقدر نسامح ما عنديش اشكال. قول يا خويا اسكت بادر وتسامح انسان غلط في حقك في العيد. نقدر نروح لعنده نطلب منه سماح عادي نورمال، خاطر مسامح كريم في الدنيا هذه، ما حين الدوال. ولا هو جات طلب مني سماح نورمال، بصح زعما نروح انا تجي واعره شويه ماشي يقول لك زعما لا نهار الاخر عام كامل هو يدير ويقطع، ما يجي في نهار العيد يجي ما كلا. انا في حياتي جامي شاجرت مع واحد ولا ضارف مع واحد، الناس قاع تحبني والحومات قاع يحبوني قاع الشعب يحبني. قول يا خويا اسكت بعد وتسامح انسان دابس معاه. وي ذا بار اكزومبل هو كان انا كنت مظلوم هو اللي ظلمني، واذا جا ليا ما كاش مشكل راه مسامح دنيا واخره وصافي بليز. انا بيرسونالمون سامح ونورمال تنسى، ماشي لازم هو يجي لك ولا انت تروح له، بون لي دو كوتي منين جات المهم تسامح وصافور لا بيرسون، كاين اللي سامح كاين اللي قاعد شاد الحقد، يا فو با ميوت فو ميو ما تشدش الحقد قاعد. مسامح كريم حاجه باينه نورمال، انا نبادر مام اذا ما بادرتش اذا جاء هو سامحه. اسكت كنت المبادر بالصلح بمعنى انسان تخاصم معه، اسكت انت اللي تكون الاول اللي تطلب السماح منه ولا تستنى حتى هو يجي؟ نورمال نطلب منه السماح ونروح ليه عادي، اذا قبل يطلب السماح واذا ما قبلش الله يهديه مع العيد ومن هنايا، باسكو كاين بزاف ناس تلقاهم متخاصمين في رمضان ومن يغلبهم رمضان ومن هنايا، ونطلب منهم ربي يهديهم ان شاء الله يتصالحوا كاع يتيكوا. بون بريف اذا بيان سور اذا كنت انا الغلطه بينا راح نبادر، انا اللي راح نكون مبادر بالصلح، صح اذا كان هذاك البيرسون هو اللي غلط في حقي بينا بلي راح نستنى هو اللي انا نطلب له سماح باسكو العيد تاع سماح، سواء اخوك ولا فاميلتك ولا جارك ولا الحق العيد تروح تسلم عليه عادي نورمال، باسكو حنا مسلمين ما نسيش ما يكونش في قلبه عنده الحب، هذه هي c'est tout à fait normal. احنا on est avant tout on est des musulmans. يقول لك التسامح قال لك مسامح كريم، لازم واحد يسامح خو كلكو سوا، بصح كاين دي شوز وين ما تقدرش تسامحي، سي كاين دي شوز بار اكزومبل واحد يدير حاجه معاك غراف سي امبوسيبل سي امباردونابل.
اسكو كاين انسان غلط في حقك وراك تسنى يجي العيد باش تسامحه باش تطلب منه سماح؟ نعم، يعني كان شخص ولا اشخاص يعني كان يعني اخطاوا، ونتمنى يعني في العيد هذه يجي يطلب التسامح، لانه هو اللي كان بادر بالخطا هذا مش انا. ماذا بيا يجيو يعني يولي الساكينه ولي طريق المستقيم ان شاء الله. والله غير كيف بزاف اللي غلطوا، والله غير في السجود نقول يا ربي سامحنا. انا نطلب سماح، نقول يا ربي سامحنا كما بعد سمع الله. هذا كان اللي غلطوا وحنا غلطنا في حق الناس، وهذا غلط هذه رائعه هذه. كل بني ادم اخطا وخير الخطائين توبون. هذا ما كان انسان يستغفر مولاه قال يا ربي سامحني وجني غلط مع انسان، نروح ندقدق له، نروح ندقدق له قال يا اختي والله سمحي لي غلطت معك، ولا اخويا غلطت معك سامحني. هذا ما كان. كان يغلط في حقي، كان شي واحد ما يجي يزوج عادي، ما ماشي مليح تشد في قلبك على نفسها، الدنيا فانيه باينه، ماشي مليح تشد في قلبك على حاجه تخلاص. وكل واحد دوكا شو هذا، انا وتخمامي كل واحد كيفه عادي بزاف. يا هذه شو حاجه عاديه، كيما تغلط انت في حق الناس يغلطوا في حقك. رانا كاع ايه لازم الواحد يسامح، ما حاش ندوى معنا الدنيا هذه وكل شيء فاني. تما سامحوا هنا يا خير من ما نطلعوا بذنوبنا عند ربي سبحانه، وكاين عداوه بيننا وبين شخص ولا اللي غلط في حق سنان بعيد نسامحوا، علاش حتى نوصل لهاد بعيد نسامحوا. احنا بالك في دقيقه هذيك يكون بليسي تغلف دقيقه هذيك نزعفوا، بصح باك هذيك الزعف هذاك يروح نسامحوا. انا واحد من الناس في هاد المبادره هذه. ان شاء الله يكون كاين يجي لعندي ولا نروح لعند هنايا، ماشي مشكل كاع والله ما كاين مشكل. كاين والله ما قد بالك، ما كاش ما دابش انا بزاف برك والله ما كاين الحمد لله. ماش نهضر معاه ما لا 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 نقول كاع لا الحمد لله. وبالك شغل كاين ديجا صعياني نشرب بيناتنا هكذايا ولا مي شغل صاباس تنساهم ولا مش لازم دوموندي عليهم سماح. كاش الحمد لله، مي اذا مامي ذاك شغل واحد يشنف علينا ولا نورمال سلموا عليه احنا نتقربوا. والله الحمد لله ما عنديش كاع الناس يبغوني ولا تحومتي وقعيتي هذه الساعه، ما عنديش لاني متخاصم معاه واني حبيت خاصم معنا نقولوا الله يهديك نقولوا احنا خاطئين احنا ولاد فاميليا وما نشتعلني نداوسوا منايا. ما كاش بصح كاين اللي هما غلطوا في حقي وما دابيا يجوا يطلبوا سماح في صغار الليل. كاين تخاصم معاه بصح كي الحق عندنا نروح نقولوا صحه عيدك. انا جوستومون سي دي زوكازيون، انا صرات لي ديجا كاين الناس ما كنتش نهضر معاهم صافي اون لونغ سي دي زاني. جبتنا الاخرى مع الصدفه هذه تاع العيد، مناسبه تاع عيد الفطر ولا عيد الكبير، انا اللي رحت له غافرت معاه وكتا والحمد لله. ميم انتيا لا كونسيونس تاعك تكون ترونكيل، بس كل واحد ما يضمنش في روحه من الغدوه وبزاف.